بقطعهم قالب الحلوى الذي رسم عليه علم لبنان، قطع 63 نائبا في مدينة الطائف السعودية خيط الأمل اللبناني بتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال، فأعادوا بفعلتهم عقارب الساعة إلى الوراء لتصير المواجهة حتمية بناء على إرادة الشعب الذي سأله العماد ميشيل عون رأيه في مؤتمر صحفي شهير. قراري مرهون فيكم، بتقولوا ايه نحن معك، انا ماشي قدامكم مش وراكم، بتقولوا لا انا برفض القيادة. في 30 أيلول 1989 انتقل 63 نائبا إلى الطائف تلبية لدعوة اللجنة الثلاثية العربية، غير أن المفاوضات الفعلية لم تدر بين النواب بل بين المتدخلين الخارجيين في الملف اللبناني بإشراف ممثل الولايات المتحدة ديفيد ساترفيلد والممثل الشخصي للملك السعودي فهد بن عبد العزيز رفيق الحريري. دكتور رئيس، شو تفسيرك لوجود السيد ديفيد ساترفيلد والسيد رفيق الحريري بالطائف؟ هن زيتون الأمريكاني والحريري كانوا موجودين باتفاق مرفي الأسد، هن زيتون كانوا موجودين ب17 أيلول بدمشق بعد ما تغير جو القضية. يعني هالمرة مرفي راجع بعباية عربية وقلبية عربية وبعقال عربي. في 10 تشرين الأول 1989 وبناء على المعطيات الواردة إليه عن مسار التفاوض، وجه العماد عون نداء إلى النواب للعودة إلى لبنان مكررا إياه أكثر من مرة من دون أن يلقى منهم أي تجاوب، قبل أن يقر 58 نائبا في 22 تشرين الأول ما بات يعرف باتفاق الطائف، وانتقل بعدها الأخضر الإبراهيمي إلى لبنان للقاء العماد عون ودعوته إلى الطائف لكنه رفض. بين ما صنعوا النواب بالطائف وبين الرؤية تبعي أنا في فرق 180 درجة، كل واحد باتجاه. أنا قدام قرار ما باخده إلا ما الشعب هو يقرر. أنا وعدت أنه أرجع بكل شاردي وواردي للشعب، لإرادة الشعب، للمدافع عن الشعب. هيدا بالنسبة لإلي رهاني. أنا مواطن عسكري رئيس حكومة، جريمتي ثلاثية إذا بقبل بهالاتفاق. وإثر الموقف الرافض للاتفاق المذكور شهدت المنطقة الشرقية دفقا بشريا داعما في اتجاه قصر بعبدة. بما جئتكم اليوم أسقطت ما سمي باتفاق الطائف قبل أن يولد. في المقابل وإثر الحفلة الوداعية التي أقيمت في السعودية في حضور الملك فهد بن عبد العزيز، نقل أكثر النواب إلى باريس، وفي الساعات الأولى من فجر 24/2/1989 أعلن رئيس الحكومة حل مجلس النواب. وبما أن ما وافق عليه أعضاء المجلس النيابي خارج الأراضي اللبنانية والتزموا به بالتصويت العلني بتاريخ 22/10/1989 في وثيقة يمس استقلال وسيادة لبنان ووحدة أراضيه بإطفائه على الاحتلال السوري صفة الشرعية مما يعتبر مسا بالسيادة وخرقا لأحكام الدستور لا سيما المادتين الأولى والثانية منه، حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم. من أبرز ما طبع تلك المرحلة، وضع النواب المقيمون في باريس فيما يشبه الإقامة الجبرية، وحده النائب بيير دكاش حضر إلى قصر بعبدة لإطلاع العماد عون على التطورات. لا تزال محاضر مداولات النواب في الطائف غير منشورة إلى اليوم، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول حقيقة ما تناوله البحث هناك. الثلاثاء المقبل في رأس الدولة. فخر للبنان ومجد لشعب لبنان أن يقف جنرال بلباس مرقط ويقول لهؤلاء النواب وللعالم أن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت، بينما العالم يخاف من العسكريين.